جاي نتعب وعندنا معاناة هاي الأيام في رصد خسائر الكيان الصهيوني بصراحة. من جانب هو يعتم ومن جانب آخر أنه كثرة الضربات اللي قاعد يتلقاها، بلدة مارون الرأس اللي اليوم شهدت كمين سقطوا من خلال عدد من جنود الكيان، دخلوا كقوات خاصة وخرجوا من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه البلدة خلال الأشهر الماضية تعرضت إلى 620 ضربة صهيونية فتكاد تكون شبه ما أرض محروقة، ولهذا كانت قوات العدو من دخلت فيها مطمئنة أنه لم يبقى أحد، وإذا بها تجد كمائن. هذا يدل على أنه كل المقدمات اللي عملها الكيان الصهيوني خلال الأشهر الماضية لكسر جبهة المقاومة، كسر قوات حزب الله وإيجاد خرق فشلت. طبعا آخر عملية نوعية هو قام بها عاش نصرها ونشوة نصرها يوميا هي حادثة اغتيال سماحة السيد الشهيد القائد نصر الله. من بعدها دخل الكيان في حالة العمى. هو الآن ليس لديه أهداف مهمة، لا يعرف من هو أمين عام حزب الله البديل، لا يعرف من هما قيادة الرضوان الجدد، من هما مسؤولين عن المسيرات، عن القوة الصاروخية، القاعدة العسكرية، من هو وين هو المقر البديل لقيادة حزب الله. وهاي الحالة العمل اللي هو بيها جعلتها أول مبارح ماذا فعل؟ قصف مبنى في حي برج البراجنة في الضاحية، هدد قبل أن يقصفه أنه راح يقصفه، ودعا إلى إخلاعه، واتضح أنه هذا المبنى هو مجرد قناة تلفزيونية بسيطة اسمها قناة الصراط، قناة دينية. ثم جاء يوم أمس الوعد الصادق 2، هذا القصف الكبير المهم المدوي، هذه الزخة بالصواريخ الحيدرية التي سقطت على الكيان وجعلت نتنياهو آخر شخص بالعالم يخرج إلى وسائل الإعلام. تخيل رئيس وزراء بريطانيا خرج قبل أعطى تصريح، الرئيس بايدن طلع قبل أعطى تصريح وظهر بصورة طلع وهو يرتجف بيدين ترتجف إيده فآخر شخص خرج من الملاجئ كان نتنياهو